في ناس كتير من جيلي ويمكن من الأجيال اللي قبل كده كمان بيبقوا مرتبطين قوي بالأغنية دي، لأن هي بتحمل كتير من الذكريات الحلوة الجميلة أيام كنا لسه صغيرين وفي طريقنا للمدارس كنا بنسمعها، وكانت فيها دعوة كده صريحة جدا للتفاؤل. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. للأسف نهاوندا مش موجودة معانا النهاردة، فاسمحوا لي بقى إن أنا يعني أنفرد بحضراتكم ونحكي سوا في كتير من الموضوعات والأخبار اللي عايزين نعرفها لحضراتكم، وكتير من المستجدات كمان اللي حصلت في الفترة الأخيرة أكيد حابين نتكلم معاكم عنها. كل ده هنتكلم عنه كالعادة في الجزء الأولاني من الحلقة الساعة الأولى، لكن الساعة الثانية دايما بيكون معانا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى ليها وحشة الحقيقة، وهي فقرة نوستالجيا النادي الأهلي طبعا، اللي بنسعد من خلالها باستضافة الأستاذ محمد صادق مدير مؤسسة الأرشيف العربي. والحقيقة يعني هذا الرجل جميل جدا، وأنا شخصيا دايما بسعد بوجوده معانا، لأن هو حكاء ماهر جدا، شغوف بالتاريخ بشكل لافت للأنظار، شغوف ومحب للنادي الأهلي بشكل لافت للأنظار. والحقيقة العنوان نفسه جميل، يعني احنا نيجي نقول نوستالجيا الأهلي، احنا بنتكلم على فريق قديم وعريق وليه ذكريات عطرة كتير وليه يعني انتصارات لا تعد ولا تحصى، كل انتصار منهم على حدة وراه قصص جديرة بالحكي. فاحنا بنسمع دايما للحكي بتاع أستاذ محمد صادق اللي بيسعدنا بيه وهينورنا أكيد في الفقرة الأولى من الفقرات الحوارية النهاردة. وتاني وآخر فقراتنا هيشرفنا من خلالها كابتن ياسر مصطفى، وهو طبعا نجم النادي الأهلي السابق، وأكيد عندنا كلام كتير هنتكلم معاه فيه بخصوص النادي الأهلي ولا سيما في الفترة الأخيرة. ولكن خلونا نبتدي كلامنا بمباراة النهاردة، طبعا متبقي على نهاية الدوري 5 مباريات منهم مباراة الليلة أمام إيسترن كومباني. وخلينا أفكر حضراتكم يعني وكل جماهيرنا بدوافعنا في المباريات اللي جاية أو في الفترة اللي جاية بشكل عام قبل الدخول في أجازة قصيرة نسبيا والتمهيد لبداية الموسم الجديد. أولا خارج يعني كل حسابات الورقة والقلم، النادي الأهلي مش من النوادي اللي ممكن تستسلم، النادي الأهلي مش بيستسلم أبدا إلا مع صافرة النهاية في كل مباراة. يعني من الطبيعي جدا إن احنا داخلين الماتش ده وبنلعب على الفوز ومن أجل الفوز، وهندخل المباراة بدوافع المكسب، وده أمر مفروغ منه تماما لأي 11 لعيب هيبتدي بيهم مستر ريكاردو سواريش مباراة النهاردة. دي حاجة. الحاجة التانية هي دوافع استمرار المكسب تحت أي ظروف، تمهيدا لأمور كتيرة جدا، يمكن أهمها أن أنت تنهي الموسم يعني بأفضل شكل ممكن للمجموعة اللي أنت موجود فيها. وطبعا كلنا عارفين أن الدور الثاني أو يعني الفترة الأخيرة شهدت مشاركة عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي الشباب في الفريق الأول، وطبعا دي كانت نقطة في منتهى الأهمية. مهم جدا أن المجموعة الموجودة حاليا يعني تعيش حالة انتصارات ومكاسب كل مكسب ورا الثاني، ده بيفرق معانا جدا وهيفرق معاهم جدا في الفتره اللي جايه. فكره ان انت معاك لعيبه شباب عندهم خبره المشاركه في الماتشات الكبيره وفي الاوقات الحاسمه، دي حاجه بتثقل اللعيبه مبكرا، دي نقطه في منتهى الاهميه. نقدر كمان نقول ان المكسب الحقيقي الموسم ده هو اللعيبه الشباب اللي احنا كسبناهم زي زياد طارق وزي فخري واحمد سيد غريب ورأفت خليل، ده طبعا غير عوده محمد محمود وكريم فؤاد بشكل جيد الى حد كبير، وبدون الدخول فيما يتردد على السوشيال ميديا من تعاقدات ومن صفقات وكلام كتير جدا كل يوم والتاني نسمع عنه، وناس تأكد وناس تحلف لكم يمين معظم ان الكلام ده مفروغ من مصداقيته. افتكر ان ده دور مجلس إدارة النادي، يعني هو الأكثر حرصا أكيد على مصلحة كل فرق النادي في كل الألعاب الرياضية الجماعية منها والفردية، فما بالك بقى بفريق كرة القدم اللي بيحظى أكيد بحب ودعم قطاع كبير جدا من جماهير النادي الأهلي في كل مكان. خلينا نفكر في أننا نكسب وبس، بغض النظر عن أي اعتبارات تانية، بغض النظر عن أي ظروف وملابسات مرينا بيها الفترة الأخيرة، ونحافظ على نظافة شباكنا للمباراة 7 على التوالي في الدوري والـ8 على التوالي يعني عموما بعد الفوز على المقصة في الكأس بهدف رامي ربيعة. أتمنى كمان من جماهير النادي الأهلي اللي هيحضروا النهاردة ويدعموا لعيبة الفريق والجهاز الفني بشكل معهود بشكل معتاد احنا تعودنا عليه من جماهير النادي الأهلي الوفية الأصيلة المنطقية، يعني المنطقية اللي بتدعم النادي في كل الأوقات وتحت أي ظروف. طبعا هيعملوا نفس الدور ده النهاردة أكيد إن شاء الله مع الفريق، ودورهم ده لا يقل بأي حال من الأحوال عن باقي المنظومة. وأوقات كتير كمان ودي كلمة حق لازم تتقال، الجماهير بتكون هي اللاعب رقم واحد في
المعادله. وياما قبل كده مرت علينا اوقات كتيره، وياما مرت علينا ماتشات كتيره كانت ملابساتها وظروفها من اصعب ما يمكن، ويمكن كنا مرينا قبلها بشيء من الياس، مش هقول انكسار بس يعني ايه شيء من الاحباط، ولا حتى هقول ياس، شيء من الاحباط. ولكن جماهيرنا لا تحبط، جماهيرنا بتروح وبتقف في ظهر وفي كتف اللعيبه وبتدعم وبتساند من اول لحظه ولغايه يعني صافره نهايه اللقاء. ده اللي احنا اتعودنا عليه من جماهير النادي الاهلي المحترمه. تعالوا بقى نروح للصفحه الرسميه لبطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه التابعه للاتحاد الافريقي كاف، اللي نشرت صور للاعبي او لافضل لاعبي بطوله دوري الابطال الموسم الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. تصدر احمد عبد القادر صانع الالعاب او صانع العاب فريق النادي الاهلي ترتيب افضل لاعبي بطوله دوري ابطال افريقيا برفقه يعني لاعب انجولي واخر تنزاني، بالاضافه للاعب التونسي محمد علي بن رمضان. جاء تعليق كاف على الصور كالتالي: صاحب الاداء الافضل في دوري ابطال افريقيا 2021-2022 هو، وعلامه استفهام. كمان نشرت الصفحه الرسميه لبطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه التابعه للاتحاد الافريقي كاف صوره للبرتغالي الاشهر مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق لفريق النادي الاهلي برفقه المدرب الفرنسي دييغو جارديتو لاختيار الافضل لبطوله دوري ابطال افريقيا في العقد الاخير من تاريخ أو من عمر هذه البطولة. وجاء تعليق الكاف على الصورة كالآتي: الثنائي قدم أداء رائعا برفقة فريقيهما خلال دوري أبطال إفريقيا، من هو المدرب الأفضل بينهم؟ الحقيقة يعني لازم نقف شوية عند مانويل جوزيه، لأنه خلال قيادته للنادي الأهلي في يعني نجح في أنه يكتب التاريخ مع القلعة الحمراء، حيث نجح في التتويج بالعديد من البطولات في مختلف المسابقات المحلية والأفريقية وكمان العالمية. تولى مانويل جوزيه قيادة النادي الأهلي 3 مرات، البداية كانت في الأول من يوليو من عام 2001 لو تفتكروا حضراتكم، ولكن هذه الفترة لم تستمر طويلا وانتهت في 30 مايو في 2002. رجع للنادي الأهلي من جديد في يناير 2004 واستمر لفترة طويلة، استمر حتى 31 مايو من عام 2009، وعاد من جديد في 31 ديسمبر 2010 ليقود الفريق حتى 19 مايو 2012. وتوج الأسطورة مانويل جوزيه مع النادي الأهلي ب 20 بطولة، 6 ألقاب للدوري المصري الممتاز، لقبين لكأس مصر، 4 ألقاب كأس السوبر المصري، 4 مرات بطولة دوري أبطال إفريقيا، 4 مرات كأس السوبر الإفريقي، يعني الحقيقة إنجازات عظيمة جدا. شارك كمان في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي 2 مرات وحقق الميدالية البرونزية في نسخة منهم، والنسخة الثانية كان محققين أو فريق النادي الأهلي كان محقق المركز السادس في البطولة لو حضراتكم تفتكروا السنة دي. تعالوا بقى نروح لموضوع تاني، بعثة منتخب مصر من الناشئين في السكواش اللي حققوا نتائج مميزة جدا الحقيقة خلال منافساتهم في بطولة العالم للناشئي السكواش المقامة في فرنسا خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس الجاري وبمشاركة 27 دولة. يعني لازم نقول إن السكواش المصري مستمر في تربعه وتصدره للإسكواش العالمي. الحقيقة عندنا لعيبة كتيرة جدا حققوا إنجازات رائعة ومشرفة يعني في بطولات عالمية، ودي حاجة تطمننا على اللي جاي. النتائج اللي حققها يعني أبنائنا في بطولة العالم لناشئي الإسكواش بفرنسا بتعكس استمرار ريادة الإسكواش المصري من خلال الأجيال المتعاقبة، جيل بيسلم جيل. والحقيقة احنا عندنا لعيبة ولاعبات مثار إعجاب ومثار حديث يعني العالم كله، مفيش بطولة واحدة أيا كانت البطولة دي مقامة فين، ناشئين غير ناشئين، طالما فيها لاعب مصري أو لاعبة مصرية اضمنوا إن هم واصلين للأدوار النهائية، إما كانوش بيحصلوا على درع البطولة كمان. بطولة العالم للناشئين الحقيقة والناشئات حقيقة إنجازات كتيرة جدا وكبيرة جدا اتحققت فيها، كل التحية لكل أبطالنا المصريين. المصريين الحقيقة مميزين جدا يعني في الفترة الأخيرة، كل النجاحات بتاعتهم بتؤكد إن إحنا عندنا القدرة على إن إحنا يكون عندنا أبطال، بس لما يكون في إصرار على هذا الأمر. فكلمة حق لازم تتقال في حق لاعبتنا وفي حق الأجهزة الفنية وفي حق الاتحاد المصري للسكواش بشكل عام.
عايزين بقى نروح لخبر تاني. عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ مجدي أبو فريخة حول استعداد استضافة يعني مصر والمقرر أن هي تستضيف بطولة أفريقيا في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر من عام 2022، ويتأهل الفائزين في بطولة أفريقيا لهذا العام إلى كأس العالم لكرة السلة في العام المقبل إن شاء الله، واللي طبعا بدورها بتعد جزء من طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. نروح بقى لخبر عن البطولة العربية الدولية للهجن اللي هتقام في مدينة شرم الشيخ طبعا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 17 وحتى 29 نوفمبر المقبل إن شاء الله، بمشاركة آلاف المشاركين من مختلف الدول العربية. البطولة هتقام عقب انتهاء مؤتمر قمة المناخ العالمي اللي بيتحضر لها حاليا على قدم وساق لتخرج هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة. وبالمناسبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان اتكلم عن الاستعدادات وقال إن مدينة شرم الشيخ تقريبا تغيرت بالكامل في الفترة الماضية في ظل الأعمال التطويرية والإنشائية المستمرة في المدينة طبعا لاستقبال مؤتمر المناخ العالمي، وكمان تم تطوير تراك سباقات الهجن وكذلك المنصة الشرقية، وأيضا تم تطوير مختلف الأمور المرتبطة بهذه البطولة في ظل استقبال المدينة لآلاف المشاركين في البطولة العربية للهجن. طبعا تنظيم البطولة حاجة مهم جدا 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 في ضوء الاهتمام بمختلف الألعاب وخصوصا التراثية منها خلال المرحلة المقبلة، لأن الحقيقة الهجن رياضة تراثية عربية قديمة وكتير جدا من الدول العربية يعني بتهتم بيها وبتنظيم بطولات كتيرة جدا ليها. خبر تاني، امبارح شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الكرنفال الدولي للأكاديميات اللي هيقام خلال الفترة من 21 إلى 26 من أغسطس الجاري، وهيشارك فيه حوالي 900 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات وكمان من الأندية المصرية المختلفة. عموما خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا الأمر من خلال التقرير ده ونرجع نكمل. اتفضل. طبعا انا يعني كل الشكر والتقدير للقياده السياسيه في الثقه يعني اللي اخذناها لاكمال هذا الملف. ان شاء الله يكون يعني نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يدينا مزيد من التوفيق علشان نكمل رؤيه فخامه الرئيس اللي ارتبطت بالجمهوريه الجديده ومصر 2030 لبذل كل الجهد والعطاء للتطوير الدائم اللي هيعم على مجتمعنا المصري في كل قطاعاته بصفه خاصه قطاع الشباب والنشأ والرياضه. الحقيقه انا بهنيهم واتمنى لهم التوفيق، وده دوري كوزير شباب والرياضه هي في الاخر المنتج اللي هيمثل مصر. المنتج اذا كان منتخب مصر ده دور وزير الشباب والرياضه والوزاره والاشراف عليها. المنتج كمان خروج الانديه الى السطح الاخر، السطح الاخر هي التنافسية وزيادة التنافسية العالمية لمصر ومنافستهم في البطولات الأفريقية أو العربية لغاية الدولية. ده دورنا، نرى الجميع على مسافة واحدة، لا نرى أي أشخاص. كلامي يكرر بشكل كتير وكبير، أنا بشكر كل الناس وبشكر الجماهير، لكن الوزير مش مرتبط بجمهور يمين أو جمهور شمال أو حد. إحنا مع كل مصر نسعى لتطوير قدراتنا، نسعى لتطوير وملء فراغات كثيرة جدا جدا جدا. لا نرى إلا العمل والعلم، لا نرى إلا العمل والعلم، لا نرى إلا العمل والعلم، ولن نكون إلا ده بإذن الله سبحانه وتعالى إلا في منتهى الحياد. وأيضا الحزم المرن للدولة المصرية، الحزم المرن في طريقة التفكير. المؤسسات بتاعتنا، المؤسسات الرياضية هي الأهم للاستدامة والاستمرارية. بالتالي أنا مش هقدر أقول أكتر من كده، لكن لازم ألمح في فترة جديدة. تنمية النشء ده شيء مهم جدا، تنمية النشء دول ولادنا، ولادنا اللي بنتعامل معهم بقلب وبعقل، دول المستقبل القادم. ولادنا إذا كنا بنقول التربية دايما بتبدأ من الأسرة، يعني محددات المؤسسات للتنشئة، التنشئة إن إحنا يعني التعليم في الصغر كالنكش على الحجر، وإحنا المنتج بتاعنا تنمية
افكار وعمل ورؤيه ودوله من خلال الرياضه ومن خلال الوسائل الاخرى في القطاع الشبابي. استخدام الرياضه خلانا نبص للسن ده علشان يكون في المواطن المصري اللي احنا في استراتيجيه بناء الانسان اللي اقرها فخامه الرئيس هي شخصيه متزنه متكامله من كافه النواحي البدنيه والنفسيه والعقليه والاجتماعيه. الحقيقه هذا المشروع من خلال احد ادارات الوزاره الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه هيكون مشروع يعني احنا معاه كرنفال الاكاديميات. دي نواه مهمه جدا لجمع الاكاديميات في كل المجالات، بيساعدنا القطاع الخاص وبندعم القطاع الخاص للتطوير الدائم عشان يستوعب هذه الاعمال. ان شاء الله تكون دي بدايه قويه للتطوير والانتقاء حتى في مجال كره القدم والمجالات الاخرى. نروح لواقعة كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيها من فترة، الحقيقة كانت واقعة يعني مختلفة حبتين. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلغاء مواجهة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 والتي لم تستكمل بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف منتخب راقصي التانجو. كنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده في الموضوع ده لما توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين بعد 7 دقائق بس من انطلاقها، وده بسبب اقتحام مجموعة من الأشخاص اللي كانوا بيمثلوا السلطات الصحية البرازيلية، اقتحموا أرضية الملعب، وطبعا ده أدى لي يعني جدل كبير جدا وهرج ومرج ودخل على إثره لاعبي الأرجنتين إلى غرفة الملابس ولم يعودوا مرة أخرى إلى أرضية الملعب. علقت وقتها السلطات الصحية في البرازيل على تلك الواقعة قائلة 4 لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز حينها لابد وأن يدخلوا في الحجر الصحي فورا، يعني إن هم أخلوا ببروتوكولات جائحة فيروس كورونا. توصل في النهاية الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي لكرة القدم والفيفا إلى تسوية أمام محكمة التحكيم الرياضي تقضي بعدم خوض هذه المباراة، ودي كانت من الأمور اللي ما بتحصلش كتير. نروح بقى لمدافع المنتخب الإسباني ناتشو مونريال واللاعب السابق طبعا في نادي أرسنال الإنجليزي اللي أعلن اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36 سنة بسبب إصابته في الركبة. ترك مونريال فريق ريال سوسيداد بنهاية عقده بعد ما غاب عن موسم 2021-2022 طبعا بسبب الإصابة اللي تعرض لها. وبالمناسبة مونريال لعب 22 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، وأعلن بالأمس أنه مسيرته اللي استمرت لي 16 سنة في الملاعب قد انتهت بالفعل. كتب على إنستغرام وقال 36 عاما من لعب كرة القدم، 16 سنة منهم كلاعب محترف ضغطت على جسدي ووصلت به للحد الذي لم أكن أتخيله. ركبتي بعثت لي برسالة بصوت عال وواضح لا يمكنني المواصلة. هل أغضب؟ لا، استمعت إليها وتقبلت الوضع وأشكرها على كل شيء. وتابع قائلا مرحلة وانتهت وأخرى تبدأ، أنا سعيد جدا وأشعر أنني بخير مرة أخرى وهذا يعطيني راحة بال. وأكمل وقال الحياة هدية وأود أن أكون شاكرا، شكرا أوساسونا، شكرا إسبانيا، شكرا مالاجا، شكرا ريال سوسيداد، شكرا أرسنال، لأنكم جعلتموني أعبر في طريقكم. يا لها من أيام جيدة. طبعا بتبقى لحظات صعبة جدا على أي لاعب كبير وقضى قطعية حلوة من عمره في فرق وخصوصا من النوع أو من العيار التقيل زي حالاته كده، بذكريات كتيرة جدا بتبقى لحظة صعبة أكيد على أي لاعب. طيب نروح بقى لخبر عن يواخيم أندرسون مدافع فريق كريستال بالاس الإنجليزي اللي قدم بلاغات في مركز الشرطة بعد ما تعرض لتهديدات بالقتل بشكل مباشر، وكمان تعرض لسيل من الشتائم عبر الإنترنت بعد تعادل كريستال بالاس مع ليفربول بنتيجة 1-1. كان اتعرض لاعتداء بالرأس من داروين نونيز لاعب فريق ليفربول اللي حصل على البطاقة الحمراء ويواجه طبعا عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات لسلوكه العنيف، وحصل أندرسون نفسه على البطاقة الصفراء خلال نفس الواقعة، ولكنه بعد انتهاء المباراة دخل على إنستغرام عشان يعرض اللي وصفه بأنه عينة بسيطة من مئات الرسائل المسيئة اللي تلقاها منذ نهاية هذه المباراة. قال أندرسون وصلني ما يتراوح ما بين 300 إلى 400 من هذه الرسائل بالأمس، يعني في ليلة واحدة وصل له من 300 ل 400 رسالة من نفس العينة،
وقال: أتفهم أنكم تدعمون فريقا ولكن تحلوا ببعض الاحترام وتوقفوا عن هذه التصرفات. أتمنى أن يقوم إنستغرام ورابطة الدوري الممتاز بفعل شيء ما حيال هذا الأمر. وطبعا أكيد بدورها الشرطة تواصلت مع اللاعب لتقديم المساعدة وفحصت مقاطع الفيديوهات اللي جات له والرسائل اللي وصلت له بالتهديد المباشر بالقتل والإساءات. وبالمناسبة كان يعني كتير من التهديدات دي كانت مش بس موجهة لشخصه، دي موجهة ليه وكمان لأفراد أسرته، ودي يعني تعتبر ظاهرة خطيرة جدا الحقيقة، فكرة إن اللاعب ما يكونش حاسس بالأمان. طبيعي إن في جماهير شوية بتبقى يعني حادة في مؤازرتها لفريقها، وبتبقى غضبها شديد قوي في حال خسارة فريقها، أو إن الفريق بتاعها ما أداش الأداء اللي هي منتظراه، بس مش لدرجة تهديد بالقتل. يعني الموضوع ده خطر جدا، وعلى فكرة بيستنفر يعني قوات الشرطة في أي دولة بتحصل فيها أي واقعة مشابهة، فده أمر خطير، ونتمنى إن هو ما يكونش يعني موجود في الحالة الرياضية وخصوصا الكروية في العالم. طيب احنا لسه عندنا اخبار كتير وموضوعات كتير، ولسه عندنا كمان زملائنا الاعزاء اللي هنروح ونعرف منهم الصحافه الرياضيه بتقول ايه ومستجدات النادي الاهلي في فرقه المختلفه بتقول ايه، ولكن كل ده هيحصل بعد ما نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده في محافظات مصر المختلفه ونرجع نكمل. طيب دي درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه، تعالوا بقى نعرف وبالتفصيل الوضع هيكون عامل ازاي كام يوم اللي جايين، خصوصا واحنا داخلين على ويك اند وكتير من الناس بيحبوا يسافروا يعني في الوقت ده من السنه. فاحنا معانا على التليفون الاستاذه منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار، اهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. يا ترى الايام اللي جايه بتحمل لنا ايه بقى من ارتفاع في درجات الحراره ونسب الرطوبه الى اخره؟ بالفعل يمكن احنا اليوم وعلى مدار الايام القادمه مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبه على مدار اليوم بسبب طبعا تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي. ارتفاع نسب الرطوبه ده هو اللي بيزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. صحيح. من خلال هذه الايام درجات الحراره بتكون حول المعدلات ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، لان الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه واللي بتتجاوز فيه 95% على المناطق الساحليه، ال 85% على القاهره الكبرى، ده اللي مزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره ومخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى طبعا 34. صحيح. درجه مئويه طبعا، يعني توصل ل 38 و39 درجه مئويه درجات الحراره المحسوسه بسبب ارتفاعات نسب الرطوبه. هو لو وصلت ل 38 و39 يا دكتوره منار هنقول تجاوزا مقدور عليها، لكن ساعات كتير الواحد بيستشعر وكان درجه الحراره حاجه و40. ده كمان مع التعرض المباشر لاشعه الشمس اكيد طبعا، لان احنا نسب الرطوبه فقط هي اللي بتخلي درجات الحراره توصل ل 38 39. كمان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيزود اكثر من ال 39 اكيد طبعا، زود درجات الحراره ممكن توصل ل 40. لكن التعرض المباشر لاشعه الشمس يعني احساسنا بيه بيختلف من شخص لشخص نتيجه طبعا مده التعرض لاشعه الشمس وفتره التعرض لاشعه الشمس. عشان كده احنا بنتكلم على نسب الرطوبه ودايما بننوه ان التعرض المباشر لاشعه الشمس يعني خلينا نحس كمان بدرجات حراره اعلى من درجات الحراره المحسوسه. يمكن كمان متوقع من غدا ان شاء الله نبدا في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين، يعني متوسط درجات الحراره خلال الايام القادمه ابتداء من غدا الخميس ان شاء الله هيكون ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه، المحسوسه ممكن توصل ل 40 درجه مئويه، فطبعا لسه مكملين في الاجواء الشديده لمده كام يوم يا فندم هيبقى الوضع كده؟ هو مستمر معانا يعني من غدا الخميس وكمان بدايه الاسبوع المقبل الى منتصف الاسبوع المقبل مستمرين في ارتفاع درجات الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه، يمكن زي ما قلنا المحسوسه توصل معاه 39 ل 40 درجه مئويه متوقعه على مدار الاسبوع الجاي ان شاء الله. فالاجواء هتبقى في فتره النهار على المناطق الداخليه زي القاهره الكبرى جنوب البلاد اجواء شديده الحراره رطبه، المناطق الساحليه اجواء حراره رطبه فتره النهار. فترات الليل الاجواء هتكون اجواء مائله للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان مستمر معانا تكون طبعا شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. أكيد. مع تكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. يعني الناس اللي مسافره اللي بتسافر في التوقيتات دي لازم تاخد بالها كويس. طبعا لانها بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، دايما القياده بذوق تام ونتبع كافه تعليمات المرور مع وجود الشبوره المائيه، يعني الحمد لله مش هتؤدي لاغلاق الطرق لكن هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه.
أكيد. طيب دكتورة منار، يمكن الـ 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 الأسبوعين اللي فاتوا شفنا أن حصلت حاجات عجيبة جدا مش معتاد أن احنا نشوفها، وخصوصا في الوقت ده من السنة وفي دول الخليج. يعني كان في، يعني حضرتك أكيد متابعة، كان في سيول في أكتر من مكان، وكان في هطول غزير للأمطار في بعض الدول، الدنيا كانت غرقانة في اليمن، إلى جانب طبعا بقية التفاصيل اللي كلها بتصب بشكل مباشر في فكرة تغير المناخ اللي نتج عنها جفاف أنهار وارتفاع نسب محيطات وذوبان تلج، يعني تلج في أماكن كتير، حرائق غابات. يعني الحقيقة موضوع تغير المناخ ده ملف بقى واضح وملموس لكل الناس، حتى اللي منهم ما كانش مقتنع بإن في حاجة بتحصل في هذا الإطار. فإلى أي درجة ممكن نكون إحنا كمان متأثرين بتغير المناخ دكتورة منار؟ بالفعل يمكن إحنا خلال الأسابيع الماضية الدول الأوروبية والدول العربية شهدت تأثيرات كثيرة للتغيرات المناخية. أيوه. منها طبعا الفيضانات اللي حصلت في الإمارات أو في السعودية أو في اليمن، منها طبعا ارتفاعات درجات الحرارة الكبيرة جدا اللي حصلت في أوروبا. أيوه. يمكن إحنا خلال الصيف عام 2022 أعلى درجة سجلناها إلى الآن كانت 37 درجة مئوية، بعض الدول الأوروبية وصلت فيها الحرارة 45 و47 درجة مئوية. يمكن التغيرات المناخية فعلا بتأثر على كل دول العالم، ويمكن بتأثر عليها أكثر كمان بعمق الظواهر الجوية، كميات الأمطار اللي بقت أعلى من المعدلات الطبيعية طبعا. تكرار حالات التسخين اللي بتشهدها أوروبا بصورة كبيرة جدا. جمهورية مصر العربية أيضا بتأثر في التغيرات المناخية في عمق الظواهر الجوية، احنا بدأنا نشوف معدلات امطار على المناطق الساحليه بشكل كبير جدا اعلى من اللي احنا متعودين عليه. صحيح. تكرار حالات التسخين او حالات التبريد وطول مده التبريد او التسخين، احنا الشتاء العام الماضي شفنا، يعني مش عام الماضي، الشتاء الماضي على طول شفنا مده التبريد وصلت لحوالي 3 أو 4 أسابيع تبريد متواصل وانخفاض شديد في درجات الحراره. فعمق الظواهر الجويه وتكرار الحالات الجويه بدا ياثر او بسبب التغيرات المناخيه بدا ياثر في جمهوريه مصر العربيه واغلب دول العالم، حتى كمان بالفعل الدول الكبرى اللي كانت فاكره ان هي بعيده جدا عن التغيرات المناخيه بدات تاثر، معظم الدول الاوروبيه بدات تاثر بالتغيرات المناخيه. لكن تاثير التغيرات المناخيه هو بيختلف من منطقه لمنطقه نتيجه الطبيعه الجغرافيه لكل منطقه ومناخ كل منطقه. أكيد. يعني في بعض الدول بتاثر بالامطار، بعض الدول بتاثر بالجفاف، بعض الدول بتتأثر بارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة وحرائق الغابات اللي خاربة الدنيا حاليا في أسبانيا وفرنسا وفي مجموعة الدول الأوروبية. ده بصراحة بالفعل بسبب الجفاف والارتفاعات الكبيرة طبعا. في درجات الحرارة اللي بتشهدها الدول الأوروبية، يعني يمكن هم كانوا الأعوام الماضية بيشهدوا ارتفاعات في الحرارة لكن مش بالشكل المتكرر. احنا كل أسبوع ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة طبعا بينتج عنه جفاف شديد طبعا في أغلب الدول الأوروبية، وبالتالي بينتج عنه حرائق في معظم كمان الدول الأوروبية. لا وبينتج عنها كمان مشاهد ما كناش متعودين نشوف الأوروبيين بيعملوها أو طرف رئيسي فيها، زي الناس اللي بيبقوا نازلين بملابسهم في النوافير العامة في الميادين العامة من كتر ما درجة الحرارة يعني مرتفعة جدا عندهم. وبقى في مؤخرا كمان ترشيد للمياه بأشكال مختلفة نظرا لجفاف كتير من البحيرات وحتى الكبيرة منهم. هي التغيرات المناخيه بتعمل تغيير في الانماط الجويه اللي احنا معتادين عليها، يعني معظم الدول الاوروبيه هي مش معتاده على ارتفاع كبير في درجات الحراره طبعا. فاسلوب الحياه نفسها مش معتادين على التكييفات او حتى مش معتادين على فكره الجفاف الشديد اللي هم بيشوفوه. فالتغير المناخي لما بيغير في الانماط الجويه هو مش بس بيأثر على الحاله الجويه، لا هو بيأثر على كل جوانب الحياه، سياسي واقتصادي وصحه. فهو التغيرات المناخيه يعني قضية مهمة جدا، ونتمنى في الكوب 27 إن شاء الله اللي هيعقد في مصر طبعًا العربية طبعًا يطلع بإتفاقيات ملزمة لكل دول العالم. ما هي حتة ملزمة دي بقى اللي مش مضمونة يا دكتورة منار. يعني في وقت من الأوقات كان في دولة أوروبية ما قالت وصرحت بأن هي هتمتنع تماما مثلا عن استخدام الفحم كوقود، تمام؟ بعد ما حصلت الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا ابتدت نفس الدولة تعلن بشكل صريح ان احنا هنرجع تاني نستخدم الفحم ومفيش مشكلة. لا ده في مشكلة، يعني ما بقاش في قرارات ملزمة، ده اللي عايز اقول لحضرتك عليه. بعض الدول الاوروبيه او بعض الدول الصناعيه الكبرى كانت فاكره ان هي بعيده تماما عن التغيرات المناخيه. صحيح. ومش هيأثر، التغيرات المناخيه مش هتأثر عليها، لكن هم خلال هذا العام بالفعل بداوا يحسوا بتاثير التغيرات المناخيه على اغلب دول العالم، خاصه الدول الصناعيه الكبرى اللي طبعا كانت رافضه يعني تعمل اتفاقيات ملزمه بتقليل الانبعاثات الحراريه او استخدام الوقود الاحفوري او حتى الفحم. فان شاء الله نتمنى في المؤتمر الجاي ان شاء الله يكون في اتفاقيات ملزمه لكل دول العالم دي طبعا الحد من الانبعاثات الحراريه وكمان مواجهه التغيرات المناخيه، لان احنا دايما لازم نشتغل على محورين، الحد من الانبعاثات الحراريه ومواجهه التغيرات المناخيه اللي بدا خلاص هي بقى امر واقع دلوقتي نشهده كلنا لازم نواجهه طبعًا ونتكيف معاه.
جميل، ده اللي بنتمناه كلنا من هذا المؤتمر العالمي اللي هيقام على أرض شرم الشيخ إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة منار غانم على وجود حضرتك معانا. دكتورة منار طبعا هي عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. والحقيقة حضرات فعلا الملف ده في منتهى الخطورة. أنا واحد من الناس مثلا من كام سنة لما كنت أسمع كلمة تغير المناخ ما اديتهاش عمري ما اديتها يعني الاهتمام اللي هي جديرة بيه واللي أصبحت جديرة بيه، لأن كلنا خلاص بقينا مسلمين بهذا الأمر في الفترة الأخيرة. لا، في حاجة اسمها تغير مناخ نتج عنها كوارث يعني جوية وبيئية حصلت في كتير جدا من دول العالم، فنتمنى أن السلوكيات البشرية اللي بينتج عنها النوع ده من الكوارث تختفي. إحنا الظاهر أن إحنا كبشر مهملين زيادة عن اللزوم في حق نفسنا وفي حق الطبيعة وفي حق استخدامنا للمية وفي حق تعاملنا مع الطاقة. في ملفات كتيرة قوي إحنا كبشر أسأنا التعامل معها ونتج عنها اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي، فربنا يصلح الأحوال إن شاء الله. عموما خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل كلامنا. يا اهلا بكم مره ثانيه، عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وتعالوا بقى نروح لزميلتنا العزيزه سالة حامد اللي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان تعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه. يا سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما انت قلت يا كريم حاليا أنا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. ويمكن خليني أبتدي معاك بأخبار الفريق الأول لكرة القدم اللي النهاردة إن شاء الله عندهم مواجهة مهمة ومباراة اليوم أمام إسترن كومباني في الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي تقام النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء على ملعب استاد المقاولين العربي. يمكن النهارده خليني اقول لك يا كريم انه الفريق يعني استعد بشكل جيد لمباراه اليوم، مباراه إسترن كومباني، يمكن طبعا تحت قياده مستر ريكاردو سواريش. امبارح كان المران الختامي واخر استعدادات الفريق على ملعب مختار التيتش. يمكن كمان بعد التدريب يعني قرر او يعني من كالعاده يعني الفريق بيدخل في معسكر مغلق في احد الفنادق اللي طبعا بتكون قريبه من ملعب المباراه. ويمكن يعني خلال كمان المران يعني او قبل المران عقد مستر ريكاردو وسواريش المدير الفني محاضره مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن من خلال المحاضره دي اتكلم معاهم يعني عن العديد من النقاط اهمهم طبعا الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بمباراه إسترن كومباني، وطبعا بعض النقاط المهمه في يعني مباراه اليوم بالاخص بعض النقاط الضعف والقوه الموجوده عند لاعبي إسترن كومباني اللي لازم يركزوا عليها لاعبي النادي الاهلي طوال المباراه. يمكن يعني ده كان كله اللي موجود في المحاضره. وبعد المحاضره بدا عادي يعني التدريب لاعبي النادي الاهلي، بداوا بشكل طبيعي التدريبات وطبعا الفقره البدنيه والتدريبات بالكره وحراس المرمى بداوا تدريباتهم ايضا بشكل طبيعي تحت اشراف مدرب حراس المرمى مرمى ادواردو لوبو. يمكن ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم واستعداداته لمباراه اليوم. بتمنى لهم التوفيق النهارده طبعا لكل لاعبي النادي الاهلي وبالاخص يعني شباب وناشئين النادي الاهلي في مباراه اليوم امام إسترن كومباني في بطوله الدوري. خليني بقى اروح للالعاب الاخرى والفريق الاول لكره اليد تحت قياده مستر دانييل جوردو طبعا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي لكره اليد، اللي قرر انه الفريق يسافر لاسبانيا لبدء فتره الاعداد للموسم الجديد وطبعا الاستعدادات للموسم الجديد في اسبانيا. ويمكن فتره الاعداد دي يا كريم خليني اقول لك ان هي هيكون فيها العديد من المباريات والتجارب الوديه للاعبي النادي الاهلي. يمكن كمان يعني مستر دانييل اختار القايمة اللي هيسافر بيها، ويمكن الفريق سافر يعني امبارح الفجر فجر الثلاث ووصل يعني بسلامة لأسبانيا، وكان يعني النهاردة أول تدريب بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. فخليني أقول لك القايمة اللي اختارها مستر دانييل، وهي في حراسة المرمى عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم، في مركز وينج رايت عمر كاستيلو وعمر سامي دحروج، وفي مركز الوينج ليفت احمد هشام سيسا وعبد العزيز ايهاب زيزو، وفي مركز الظهير الايمن محسن رمضان ومحمد لاشين،
في الظهير الايسر المحترف راؤول نانتس وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل، وفي المركز السنتر صانع الالعاب احمد خيري، اسلام حسن كابتن الفريق، وسيف هاني واحمد راضي، وفي اخر مركز وهو لاعب الدايره ابراهيم المصري، احمد عادل وياسر سيف. يمكن دي كانت القائمه اللي بتضم كل لاعبي النادي الاهلي ما عدا اثنين من اللاعبين وهم مهاب سعيد وشهاب عبد الله. يمكن مهاب سعيد ده بسبب ان هو حاليا موجود مع منتخب الشباب للعبه كره اليد والمشاركه يعني في بطوله افريقيا لكره اليد، وشهاب عبد الله بسبب يعني بعض الاجراءات الخاصه بالتجنيد فمش هيقدر ان هو يسافر خارج البلاد وخارج مصر، فيعني هيكون متواجد هنا في القاهره وهينتظم يعني في تدريبات بشكل طبيعي بعد عوده اللاعبين للقاهره من اسبانيا. كمان خليني اقول لك يا كريم انه يعني فتره الاعداد دي هتكون من يوم 12 ل 23 اغسطس، وده هيكون الاول في اسبانيا، وبعد كده الفريق هيسافر للبوسنه، ولكن في اسبانيا الاول هيخوض يعني مباريتين وديتين هتكون امام اتلتيكو واودوميار كلوب، وفي البوسنه هيخوض اربع مباريات وهتكون من يوم 23 ليوم 27. ويمكن يعني خليني كمان اقول لك ان مستر دانيال يعني قرر انه الفريق يخوض يعني فتره الاعداد بدل هنا من القاهره لاسبانيا، يعني بسبب انه عايز الفريق يحتك يعني ببعض المدارس المختلفه وبالذات مدارس في اسبانيا والبوسنه اللي هي بتكون يعني على اعلى مستوى في لعبه كره اليد، بالاخص كمان انه فريق النادي الاهلي الممثل لقاره افريقيا هيشارك في البطولة القادمة إن شاء الله وهي بطولة كأس العالم للأندية سوبر كلوب، واللي هتكون مقامة في المملكة العربية السعودية، فحابب إن الفريق طبعا يظهر بشكل جيد والأداء يكون على أعلى مستوى مع باقي الفرق في بطولة كأس العالم للأندية، فقرر إنه الفريق يحتك ببعض المدارس والفرق في يعني دولتي إسبانيا والبوسنة. ده بالنسبه لفريق كره اليد. كمان خليني اقول لك انه فريق كره السله يمكن مستر اجاستي بوش المدير الفني للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، يعني هو حاليا متواجد في القاهره وهيبتدي خلاص يعني التدريب بكره او بعده ان شاء الله بكتير مع لاعبي النادي الاهلي. ده طبعا يعني هيكون فتره الاعداد والاستعدادات للموسم الجديد وبالاخص يعني المشاركه في البطولة العربية اللي هتكون إن شاء الله في شهر أغسطس من يوم 5 ل 15 من شهر عفوا شهر أكتوبر القادم، فهتكون من يوم 5 ليوم 15 من أكتوبر المقبل. ويمكن كمان خليني أقول لك إن الاتحاد العربي لكرة السلة قرر إنه يوم 13 سبتمبر المقبل هو هيكون موعد لإجراء قرعة البطولة العربية اللي هتكون مقامة في الكويت إن شاء الله، وزي ما قلت هتكون من يوم 5 ليوم 15، فحاليا الفريق هيبتدي يعني فترة الإعدادات والاستعدادات الأخيرة للبطولة العربية، ولكن ما عدا لاعب واحد وهو المحترف والوفد الجديد للنادي الأهلي والتر هودج يعني هينضم للفريق وللتدريبات في بداية يعني الشهر المقبل إن شاء الله شهر سبتمبر، وبعد كده يعني هيشارك مع الفريق بشكل طبيعي في المباريات القادمة وفي يعني في بداية الموسم في البطولة العربية. يمكن دي كانت يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة الخاصة بلاعبي النادي الأهلي في الفريق الأول لكرة القدم وطبعا جميع الألعاب الأخرى واستعدادهم للموسم الجديد. أكيد أنا معاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو كلمة ليك طبعا. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة سالة حامد على التغطية الممتازة دي كالعادة، ونسيب بقى سالة حامد في فرع النادي الأهلي بالجزيرة ونروح للزميلة العزيزة نورهان طمان الموجودة حاليا في مقر جريدة الجمهورية عشان تطلعنا على أهم المنشطات الصحفية في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة، وكمان هيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي وقراءة في أهم الأخبار. صباح الفل عليكي، صباح الفل على ضيفك العزيز، تفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلت احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية ونطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، وكمان معنا الناقد الرياضي الصحفي في جريدة الجمهورية أستاذ حسام الغرباوي للتعليق أكتر على منشطتنا. وخلينا نروح لأول منشط معنا من موقع الجمهورية، مدافع النادي الأهلي يكشف حقيقة طلب عودته بداية من الموسم الجديد. طبعا نجم النادي الاهلي المعار لفريق تبليتسا التشيكي محمد مغربي يمكن كان ليه تصريحات نقلتها او نقلها موقع الجمهوريه اونلاين، اللي قال فيها ان هو تحت امر النادي الاهلي في اي وقت ولكن لم يطلب منه حتى الان العوده مره اخرى للنادي الاهلي. اما بقى من موقع يلا كوره، اتحاد الكره لا خلاف مع رابطه الانديه ولم نحدد موعد نهائي كاس مصر.
تصريحات ايضا قالها يلا كوره عن السيد ايهاب الكومي عضو مجلس اتحاد الكره المصري، اللي اكد انه لا يوجد اي خلافات او او او, أو, أو اختلافات في وجهات النظر مع الاتحاد مع رابطه الانديه بشان طبعا شكل الدوري. وكان في كلام يمكن احنا قلنا قبل كده في نشره سابقه انه لا مساس بشكل الدوري الموسم الجديد. استاذ ايهاب الكومي اكد هذا الكلام انه لا خلاف مع رابطه الانديه فيما يخص شكل الدوري الجديد، وقال كمان انه لم يتم تحديد حتى الان موعد نهائي كاس مصر. وثالث منشط معانا من اليوم السابع، اتحاد الكره يوافق على معسكرات وبرامج كلاتنبرج للنهوض بالتحكيم. يمكن ايضا تقرير اليوم السابع سلط الضوء على كلاتنبرج الخبير التحكيمي القادم يعني لتطوير التحكيم المصري، وقال انه عقد عده جلسات مع حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري وايضا السيد احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه بشان الاتفاق حول معسكرات يعني تدريبيه وتحضيريه للحكام في الموسم الجديد، وكمان طلب قاعده بيانات للحكام وجدول لمبارياتهم والوقوف على جميع احوال الحكام كامل للنهوض بالتحكيم في الفترة القادمة. آخر خبر معانا من أخبار اليوم، وزير الرياضة يستقبل بعثة مصر وبعثة منتخب مصر للشباب والشابات للسلة. طبعا بنبارك لمنتخب مصر للشباب والشابات بالسلة بعد فوز منتخب الشباب ببطولة الإفريقية تحت 18 سنة وتأهله لكأس العالم للسلة، وأيضا حصول الشابات على الميدالية الفضية في طبعا البطولة الإفريقية تحت 19 سنة. وكان طبعا وزير الرياضة استقبلهم لتهنئتهم والوقوف على أوضاعهم وحثهم لمزيد من الإنجازات في الفترة القادمة طبعا النهوض بالكرة السلة المصرية. ومعانا للتعليق على أخبارنا زي ما قلنا لكم الناقد الرياضي أستاذ حسام الغرباوي، بنرحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير على الكابتن كريم. في البداية ملف المعارين، يعني طبعا بنشوف أسماء كتير جدا بتخرج للإعارة، أسماء كتير بتتألق بره في الدوريات الأوروبية المختلفة. هل حضرتك من أنصار أنه اللاعب ياخد فرصته كاملة في الإعارة، ولا لو نادي يحتاجه ممكن يعود مرة أخرى؟ طبعا انا من وجهه نظري ان لازم ياخد فرصته كامله طبعا، لان دي بتسكن موهبته وقدراته، بياخد خبرات كبيره جدا من الفريق اللي بيكون تم انضم ليه يعني، فطبعا ده بيفيد فرقته لما بتحتاجه. ولكن طبعا اللي بيقرر ده هو طبعا المدير الفني، لو هو محتاجه شيء طبيعي ان هو هيطلبه. وده اللي احنا شفنا محمد مغربي طبعا قال احنا لسه ما تعرضش عليا او حد طلبني وانا جاهز، وده بصراحه عجبني فيه جدا، لانه طبعا هو ما بيكون افضل شيء انه يركز، لان هو طبعا لما بيكون بيركز في نادي المعار اليه شيء طبيعي بيبقى اساسي، وهو ده اللي احنا عايزينه. فطبعا دي بتدي له خبرات اكبر، بنجمه بيسطع اكتر، فشيء طبيعي ان هو بيبقى بيفيد النادي بتاعه، وطبعا هيبقى متوقف على المدير الفني ان شاء الله في استدعائه، ونتمنى له طبعا كل التوفيق. والنادي الاهلي طبعا هو بيعد للموسم الجديد بشكل قوي، زي ما احنا شفنا ابتدى بالشباب كتير جدا ظهروا بشكل متميز قوي في المباراة السابقة، واحنا طبعا شفنا قدر الاهلي قدام في الجولة اللي فاتت امام المصري قدر انه يفوز بهدفين، وفي الكاس قدر ان هو يفوز بضرب الجزاء لرامي ربيعة، وقدر ان هو يرفع اعادة الروح المعنوية تاني للاهلي، خاصة الاهلي طبعا لما في 8 مباريات احنا في تعادلات فيها طبعا خلى ان الاهلي يبقى فيه نزيف شويه، طبعا ده بيصحح اخطائه بيعيد ترتيب اوراقه، بحيث طبعا هو طبعا في المركز الثالث ب 62 نقطه عايز يعوض وينافس بيراميدز الفارق بينهم بين 3 نقاط. فان شاء الله كل التوفيق لكل المعارين، وده طبعا بيبقى شيء طيب لجميع الانديه بينظر ليه، لان الاعاره فعلا بتفيد كتير الانديه اللي هي بتسمح بالاعاره يعني. طيب خبر معانا كان حول الخلاف او يعني الحديث عن بعض الخلافات ما بين اتحاد الكره ورابطه الانديه. احنا بنشوف في الدول الاوروبيه اتحاد الكره بيبقى ليه مهام واختصاصات ورابطه الانديه بيكون ليها مهام واختصاصات. بعيدا كمان عن ده، شكل الدوري حضرتك مع تغيير شكل الدوري ولا الثبات على شكله الحالي؟ طبعا كل ده بيتوقف يعني لجنه المسابقات هي اللي بتبقى شايفه ده، عشان في بطولات عالم في كذا في حاجات كتير بتحصل تغييره او بقائه حسب المواقف والبطولات اللي موجوده على الارض. وطبعا
تم اعلان ان مش هيبقى في تغيير، اذا يبقى الدنيا ماشيه مظبوط، ما فيش مشاكل. وده واضح ما بين اتحاد الكوره ورابطه الانديه ان هم كانوا متفقين حتى من ابريل الماضي ان هو ان شاء الله حتى ان الدوري ان شاء الله هيخلص في ميعاده باذن الله اخر اغسطس 30 اغسطس باذن الله. في نفس الوقت طبعا هم بيسعوا لتحديد الكاس بالاتفاق معا، خاصه ان هم كمان عايزين يبقى في جمهور في الكاس 5000 مشجع، بحيث ان كل فريق بقى ليه 2500 مشجع باذن الله. فطبعا ده اكيد واضح ان الترابط بينهم وبين بعض وفي اتفاق، فطبعا ان شاء الله انا شايف ان ما فيش فعلا خلاف، وده اللي تم اعلانه يعني. طيب الحديث بقى حول التحكيم، وده كان ثالث مانشيت معانا، وكلاتنبرج بيطلب معسكرات وتحضيرات خاصه. التحكيم المصري بشكل عام، احنا بقى لنا فتره بنتكلم في القصه دي، هل يعني الامر صعب ولا يعني احنا عندنا البنيه التحتيه اللي نقدر نقوم من خلالها؟ لا طبعا احنا عندنا حكام كتير متميزين، واحنا شايفين الدنيا ماشيه ازاي، ولكن طبعا بعض الاخفاقات ده شيء واضح، ولكن ده بيجي مع التدريب والمعسكرات كتير، وعندنا خبراء كتير في التحكيم، مش كلاتنبرج بس هو اللي متواجد، احنا عندنا كتير على فكره في الوسط التحكيمي. ولكن عشان الفتره الاخيره احنا وصلنا لما يقرب 26 شكوى ضد التحكيم، ولكن ده مش معناه ان احنا عندنا انهيار، لا، لان طبعا اكيد كل نادي بيبقى شايف من وجهه نظره انه هو مظلوم، ولكن ما فيش حكم في الدنيا هيبقى عايز ان طبعا الدنيا كلها بتتفرج عليه والكاميرات، عايز يظلم او عايز يظهر بمظهر مش كويس، او لان ده كل ده بيبقى في السي في بتاعه وتاريخه اكيد مش عارف. احنا الفتره اللي جايه دي احنا لازم كلنا نساعد التحكيم ونعيد ترتيبه من تاني، ونشوف ايه الاخطاء اللي بيقع فيها الحكام، ونعيد تدريبه، خاصه كمان الفار والتدريب عليه، لان على فكره احنا ابتدينا نستخدم الفار وما كانش الساعات المطلوبه لكل حكم فار انتهت، يعني ما كانش خدوا يعني ما يقرب من تلت الساعات المطلوبة. طبعا ده عايز معسكرات كتيرة جدا لإعادة بنائهم من خلال الخبير الجديد، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الخبراء المصريين، إن هم هيبقوا أقرب، عارفين الحكام إيه مشاكلهم فعلا، لأن قبل ما أعمل المنظومة لازم أنا رايح الحكم، يعني تأمينه الصحي، التأمين عليه أثناء الذهاب للمباراة، يعني كان في بعض الحكام بتحصل له حوادث وهو رايح المباراة، أنا لازم إن أنا أوفر له حتى المكان، ما فيش أماكن لإن هو استضاف فيها لو مسافر محافظة بعيد عن محافظته، إن هو بقى في مكان فندق محترم، وسيلة نقل محترمة، التأمين الصحي، الأجواء العامة لتحت، الأجواء العامة، صرف مستحقاته اللي بتتأخر مع كل ده نفسيا، ثانيا العدالة في توزيع المباريات على الحكام، ده بيعمل نفسية رهيبة وحساسيات ما بين الحكام بينهم من بعض، وده بيخلق مشاكل، وده اللي احنا شفناه. طبعا ما فيش حكم هيبقى مركز وهو حاسس مظلوم، ما فيش حكم حاسس إن هو ما طلعش الدرجة الأولى وهو شايف نفسه إن هو متميز. فطبعا دي بإذن الله لازم كلاتنبرج مع جهازه مع الطاقم المصري ان شاء الله يتم اعلان عنه، هو هيعمل في 1/9 ان شاء الله هيبقى في يعني اجتماع تاني عشان اعلان اسماء اعضاء اللجنه الجدد، وهم لازم يبقى في يعني انه يبصوا بنظره علميه صح، وفي برامج تكون قادره على تاهيل التحكيم المصري. اخر منشط معانا، وكان يعني استقبال وزير الرياضه لشاب شباب وشابات الباسكت، احنا يمكن حتى في الصحافه المصريه بنسميها او البعض اطلق على الالعاب الاخرى الالعاب الشهيده، ما بقيناش يعني، هل احنا لسه حتى الان الاهتمام الحكومي لكره القدم مختلف عن السله والهاندبول والفولي بول، ولا اصبح الوضع مختلف وبقت النظره مختلفه لهذه الالعاب؟ لا طبعا الوضع مختلف جدا، احنا شفنا في اليد، احنا من ساعه ما ايام ما كانت كورونا لسه بدأ أو موجودة جديدة، احنا شفنا استضفنا كأس العالم بشكل أبهر العالم كله، فشيء طبيعي إن الدنيا اتغيرت خالص، في اهتمام، بنعمل بنية تحتية كبيرة جدا، صالة، ملاعب، مدربين، خبراء أجانب، فطبعا ده شيء طبيعي خلى مصاف هذه الألعاب اتغيرت تمام، بقينا من أفضل الدول على مستوى العالم في هذه الألعاب، وخاصة السلة احنا طبعا بنقدمهم كل الشكر والتحية إن قدروا طبعا
فوزه بالبطوله على اللي هو صاحب الارض مدغشقر بفارق ما يقرب من 25 هدف 81-54 بعد مسيره كبيره جدا في البطوله دي. احنا تخطينا انغولا، غينيا، الجزائر ومالي، احنا خسرنا قصادها ب 3-4 اهداف مش كتير، فطبعا احنا ده كل الشكر ليهم، وده ان شاء الله باذن الله هيبقى دفعه قويه في كاس العالم اللي جاي بعد ما تاهلنا ليه، وان شاء الله نبارك لهم بيه باذن الله. استاذ حسام الغرباوي طبعا ناقد رياضي بجريده الجمهوريه، بشكر حضرتك جدا معك. شكرا يا فندم، صباح الخير. ده كان لقائنا ومنشطاتنا صباح اليوم، وكان معنا طبعا للتعليق عليها الاستاذ الصحفي بجريده الجمهوريه استاذ حسام الغرباوي. شكرا لكم جدا، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. ده احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان، وطبعا الشكر موصول للاستاذ حسام الغرباوي، وكالعاده اللقاءات اللي بتجريها معاه بتكون مفيده جدا، لانها بتعرفنا مش بس المنشطات الاهم، لا تفاصيل كل منشط منهم على حده. كل الشكر ليك يا نورهان، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقه جديده من البرنامج. كل الاحوال احنا كده انتهينا من الساعه الاولى من حلقتنا النهارده، هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذ محمد صادق، حيث سيكون الحوار حول نوستالجيا النادي الاهلي وكثير من المواضيع اللي تهم حضراتكم. خليكم معنا. يلا بينا بقى يا حضرات نفتكر مع بعض ايام حلوه وانجازات عظيمه حققها لعيبه النادي الاهلي في ازمنه سابقه. هنتكلم كمان عن دور اللعيبه اللي كانوا وقتها لسه جداد، كانوا وقتها لسه ناشئين، واللي ساعدوا في حفر اسم النادي الاهلي بحروف من نور في كتب التاريخ. هنتكلم كمان عن اهم المواسم اللي لعيبه النادي الاهلي قدرت من خلالها ان هي تحصد العديد من البطولات المحليه وكمان القاريه. كل ده هنتكلم فيه مع شيق الحكي الاستاذ محمد صادق مدير الارشيف العربي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا. صباح الفل عليك. صباح الخير وليك وحشه والله يا استاذ محمد. ربنا يخليك، انا بتشرف اني بشوف حضرتك وبعض في قناه النادي الاهلي، يعني ربنا يخليك. جميل قوي. وبعدين انا بحب اعمل لي اقول التاريخ احب اتكلم بالتاريخ. انا عايز اقول لك انت حبك وشغفك بالتاريخ ده بيبان في تعبيرات وشك وانت بتتكلم، في تون صوتك وانت بتتكلم، وفي سباقك للزمن، لان انت عايز تعرف المشاهدين الكم الاكبر من المعلومات في الوقت المتاح طبعاً. يعني فكل دي حاجات اكيد مشكور عليها، واحنا عايزين بقى ايه نستغلها معاك النهارده. هنستغلها الفقره اللي حضرتك بتنورنا فيها. انا عن نفسي بفضل دايما ان انت ايه، يعني انت اللي تسوق الفقره. لا عايز لا. تكلمنا عن ايه بالترتيب اللي تعوزه. انا سايب لك نفسي. ربنا يخليك. احنا هنخليك مش انا اللي هتكلم والاستاذ كريم هيتكلم، التاريخ هو اللي هيتكلم، هو اللي يحكي. تملي احنا كافراد كمؤسسات لما بنيجي نفتخر بنفسينا بنفتخر بتاريخنا طبعا. النادي الاهلي كمؤسسه لما يتحط تحت اي ضغط من كل اللي حواليه ما بيتكلمش، بيخلي التاريخ هو اللي بيتكلم. واحنا النهارده هنخلي التاريخ هو اللي يتكلم وليس الافراد. هنبدا نقول ان ازاي في كام حاجه كده حصلت الفتره الاخيره انا بتكلم عنها بسريعا كده، ان دور الناشئين في اوقات كثيره من تاريخ النادي كان مهمين جدا. لما الاهلي يجي يقول انا عايز الناشئين ويسند يلاقي الناشئين. ايوه طبعا. عايز رجاله الاهلي بيلاقي رجاله الاهلي طبعا. وده لقيناها في فترتين هنتكلم عنهم النهارده، 1962 و1985. وعايزين نقول الاهلي ياما من واحد من 81 ياما جمع بين الدوري والكاس بشكل كتير جدا، يعني مش حاجه نادره ولا احنا شفنا حاجه اول مره نشوفها بفرحانين بيها، لا احنا طول عمرنا مجمع الدوري والكاس. ازاي نشوف برضو من التاريخ ان ازاي الاهلي كان تملي يعني بيمثل مصر وبيرفع رايه مصر في كل مكان طبعا. وهنا كان التاريخ بيقول في كل نصر النادي الاهلي تحيا مصر، من زمان واحنا بنقول تحيا مصر طبعا. ها فالاهلي كان هو الرايه الخفاقه اللي بتمثل مصر في كل العالم مش في افريقيا بس. كان الوضع عامل ازاي في الستينات؟ كان وجع يعني كان صعب شويه، كان جريمين او كان الناس مش بيحقدوا على الاهلي. لا من اول بطوله ما بدات 48 ل 62 قامت 12 مره، الاهلي يكسب 11 مره. يعني مفيش حد معاه في الدوري ولا حد يعرف الفرق اللي حواليه، رغم ان الفتره دي فرق قويه جدا. يعني الترسانه والاتحاد والمصري وفرق قويه جدا. الاولمبي واسكو والحاجات اللي زي كده كانوا لسه اللي بداوا بقى يظهروا بعد كده ويطلعوا من الدرجه الثانيه والثالثه. أيوه. وتظهر يعني فرق كبيره، بس الجميل ان الفتيات كانت صعبه جدا على النادي الاهلي لما دخل نصها. لكن احنا من 48 لو قلنا مثلا لغايه نص اول الستينات كان الاهلي بياخد كل الدوري. سيطره كامله من الاهلي. سيطره كامله. جينا في اول الستينات بقى بدانا الاهلي يظهر ايه؟ لعيبه زي ريع ومطر والسايس، كابتن السايس كان كابتن ما شاء الله عظيم. ازاي دخلهم في الفريق ولعبوا؟ هنا في 1962 في الماتش
كان في ماتش الاهلي والزمالك. أيوة. والاهلي بدا الدوري يدخل يدعم الفريق بالناشئين عشان يعمل صف تاني. دي صوره كانت من مجله اجتماعيه اسمها الجيل. ازاي لسه هنشوف الجرايد كمان دي في الجيل. وعايزين نقول بقى ازاي كانوا بيغطوا الايه المطاش. شوف الجمهور قاعد ازاي هناك. ده الكلام ده في الستينات. ده 62 62. بص الجمهور واقف على حلو اهو. طبعا احنا بنفتخر ان جمهور الاهلي من عامة الشعب. احنا عامة الشعب. احنا 95 يعني احنا شايفين دول اجداد جماهير النادي الاهلي الحاليه واقفين على رجليهم. وكل انسان البسيط اللي لابس بدله ولابس قميص ولابس جلابيه. بص يعني هنا البطوله رقم 11 للاهلي من 12 بطوله. في 1962 قامت 12 بطوله. دي شوف هنا بقى شباب الاهلي. حضرتك تقراها يا كابتن كريم سامح. شباب الاهلي هزم خبره الزمالك 3-0. السايس وطارق والفلاجيلي سجلوا اهداف النادي الاهلي. مين الكابتن طارق؟ كابتن طارق سليم. اخو الكابتن صالح سليم. بص الصوره اللي على اليمين فوق بالنظاره مين واحد بيسقف في المدرجات؟ طبعا كابتن صالح سليم. هنشوف تحت هنا على الشمال كان مكسور كابتن صالح سليم في الماتش دوت. وكان في المدرجات نزل بعد الماتش متشال على الاعناق. يا سلام ده التاريخ بيقول طبعا المبادئ تتجزا. ها اللعيبه الكبار ازاي التاريخ بيكرمهم اللي بيحافظ اهو ادي الصوره بتقول اهو عظمه الناشئين مع الكبار فرحه كبيره طبعا. وجابوا كابتن صالح سليم من المدرجات شالوه على الاعناق ولفوا في الملعب برغم انه مصاب وما بيلعبش ومش موجود. ها وكان يعني زي بيقولوا كان هيفنش كان هيروح يحترف وكان اكتر من اقاويل في الفتره دي بالذات. ازاي شالوه وهو بالنضاره السمراء كده؟ طبعا ده جميل ان لعيبه النادي الاهلي اهو نفس صور بس الطريقه ثانيه. هو قاعد هنا مش مشدود قوي وهنا شايلينه اللي بيلعب في الاهلي رحمه الله عليه كان يعني كاريزما استثنائيه طبعا حقيقي يعني تاريخ النادي الاهلي طبعا. كمان هو ما كانش عايز من مصر مش دلوقتي في ناس كتيره ها يعني الاهلي لعب فيه الوف. لو احنا هنخلي كل الوف اشتغلوا في الاعلام في النادي الاهلي هنخلي الوف كلها يبقى موجودين في النادي الاهلي. ما في ناس بالمميزات تشتغل وهنا بيسقف فرحان الاداء لان في السنه دي الاهلي كسب الزمالك رايح جاي تلاتات 3-0 3-0 بس الماتش ده انا جبته الدور الثاني رايح جاي تلاتات حلوه الجمله دي واحنا سمعناها خدوا خمسه رايح خد اربعه حاجات ظريفه كده أيوة. بس احنا بنتكلم دي البطوله هي مكتوب فوق مش انا بقول اهو اي 12 سنه البطوله 12 بطوله خدنا 11 منها اهو وسجل اهداف اهي ده شيء جميل ان احنا بنتكلم عن التاريخ وان ازاي ان لعيبه الاهلي على مدار تاريخها كل همها النادي الاهلي وتاريخه طبعا. مش عايزين منصب مش عايزين يطلعوا في التلفزيون يا سلام الاهلي يسحق ده ويستأنف احتقاره للدوري ده في السنه دي احنا كمان يعني اقول ايه ما لو 11 دوري من اجمالي 12 في 14 سنه فهو احتكار فعلا تمام هم اقامت 12 لو 14 سنه اقامت 12 بطوله احتكار غير عادي طبعا يعني احنا اول بطوله اهو حتى ليه انا بقى بجيب هنا ليه جبت 62 ودي في 67 ها ان دائما في الناشئين نادي الاهلي هم ليهم الذراع العليا ان هم بيبقوا نمره واحد الناشئين عشان كده احنا عندنا الرديف عندنا الاحتياط القوي اللي يقدر في اي لحظه واحنا مش هنقول اهو للمره الثالثه الاهلي يهزم الزمالك ويحتكر بطوله القاهره للناشئين. انا ليه بقول جبت ماتش من الناشئين وبطوله القاهره غير الماتش الكبير عشان اقول ان حتى على مستوى الناشئين الاهلي نمره واحد كعبه عالي على كل الفرق بيلعبها نمره واحد الناشئين عشان كده احنا عندنا قاعده عريضه بتظهر في الوقت المناسب طبعا الاحتياط طبعا. مش شرط يكون انت عندك احتياط في اي حاجه لا وبتظهر وبتعمل فرق كبير وملحوظ الحقيقه طبعا يعني. وبيظهروا يعني وكانهم بيكتبوا شهادات ميلادهم الحقيقيه بقى في ارضيات طبعا الملعب. النهارده جيل 85 هنشوف بعد كده كلهم فين دلوقتي من كابتن حسام حسن كابتن طارق خليل كابتن احمد شوبير اللي شال النادي الاهلي في الموسم ده ولعب بالناشئين كان هو الحارس وبعد كده الاهلي قال لا احنا برضه نطعم وطعمنا جبنا كابتن مصطفى عبده تقديرا ليه ورفع الكاس بعد ما كسبنا الزمالك وبعد كده الترسانه بعد كده كسبنا الاسماعيلي 1-0 فهدف المرحوم علي اغا حارس الاسماعيلي وخدنا البطوله كانت بطوله مهمه جدا لان البطوله دي انتصرت المبادئ وده اللي هنشوفه دلوقتي لما يقولوا ابو الاشبال والناس كانوا بيحبوا مفتي ابراهيم وكابتن مفتي ابراهيم وكابتن عادل الطعيمه هتشوف صوره كابتن عادل زعيمه صغير هنا وبيتكلم عن المبادئ هنا من هنا نبدا بقى من هنا اشبال الاهلي يعدون امل للكره المصريه حاجه عظيمه يعني ازاي في كل فتره مين بقى اللي مشي على عناق الله رحمه الله الكابتن الجوهري
وشالوا كابتن محمد السيد وكابتن شمس، لسه هنجيب بقى، انا جايب من الدخل كابتن جوهر، هي ناس فرحانه. هنا كابتن محمد السيد ما حدش كان لسه يعرف اللعيبه الصغيره دي مين. مره واحده كده كان عندي 14 سنه بقيت قاعد كده خايف ان الاهلي هيشيل كتير، ده الزمالك بيلعب بمين؟ بالكوارشي وكابتن فاروق جعفر وكابتن ناصر ابراهيم، كل العمالقه اللي كانوا واخدين افريقيا ساعتها. يوم يبدا الماتش ها يجي جون هنا ويجي جون هنا ويجي جون اوف سايد للزمالك، فاروق جعفر كابتن فاروق جعفر كابتن عظيم قوي، جاب الجون الثاني من اوف سايد، والجون الاولاني كابتن كوارشي كان محترف في نادي الزمالك. اجوان الاهلي بص بقى هنا بقى. كابتن محمد سعد، كابتن محمد قاعد، عزيز زيزو، كابتن شوبير، شادي محمد، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن بدر رجب، كابتن حسام حسن. ها الناس دي كانت اول ظهور ليها، كان كابتن حسام حسن هو ظهر، وكان كابتن ابراهيم ما لعبش، كان كابتن حسام هو اللي موجود فلعب، وكان كابتن شوبير هو حارس على النادي الاهلي، ونزلوا والنادي الاهلي من مبادئه راهن اهو، ودي صوره بالالوان دي بقى في اخر البطوله، كابتن ربيع ياسين وكابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمود صالح وربيع ياسين وكابتن زيزو وطاهر ابو زيد وكابتن علي ميوح حسام حسن شمس حامد ها طارق خليل علاء عبد الصادق، دي في اخر اخر ماتش، ماتش الاسماعيلي. اوكي طعمنا بكام لعيب عشان يدوا الثقه للعيب اللي بنلعب على الكاس، وجاب الجون مين؟ كابتن طارق خليل، خد الكوره وراس كابتن علي اغا وحطها بهدوء. هنا كل الصور دي هنا بقى جميل قوي، مين اللي كان عامل التحقيق ساعتها؟ الكابتن عدلي القيعي، استاذنا عدلي القيعي طبعا، انا جبتها لوحدها وصورتها كده ها، وكان بيجيبين بقى عن صور هنا، شوف صور الكابتن مفتي ابراهيم وكابتن ها عادل طعيمه يا سلام اهو. هنا اول ما خدنا البطوله الشباب المدعم طبعا احتفظ للاهلي بالكاس، وبعدين لما كنا بنخش بندعم كنا بناخد بيهم البطوله، يعني كنا بندعم خدنا 62 البطوله، كنا بندعم دعمنا 85 طبعا، وورينا ان جميل قوي انك بتدعم وبالتدعيم ده بتوصل للمراد اللي انت عايزه. وهنا الاهلي اهو، بص الجمال، بص الحلاوه، شوف الفرحه اهو. كابتن مصطفى حسين ابو نشيل، ايوه لهذه الاسباب اشفقت على اللاعبين، كان خايف على اللعيبه ان هم مره واحده المبادئ، هاتوا الناشئين لعبوا الاهلي كلمه رمز طبعا من زمان، احنا مش بنتكلمش في المبادئ بقى لنا 5 سنين و10 سنين، ده الحقيقه دايما يعني دايما ناشئي النادي الاهلي في كل زمن وفي كل جيل دايما على اهبه الاستعداد والجاهزيه، بتلاقيها بكل صورها انت شايفها قدامك في ارضيه الملعب، بيعملوا دايما فرق الحقيقه. دي مؤسسه يا استاذ كريم، طول عمرنا مؤسسه بنكمل بعضينا، ماشي على نظم ومناهج ماشيين عليها، مش الكابتن جه رئيس النادي، الكابتن جه الكابتن تاني جه اللي جه، لا يعني اللي عايز اقوله ان هم دايما عنصر طمانه ودايما عنصر امان طبعا، يعني مفيش مره بتهيألي ان احنا اضطرينا او يعني اضطرتنا ظروف ان احنا نلجا للناشئين غير لما كانوا على قدر المسؤوليه. وعلى فكره كمان احنا لما كنا نلجا للناشئين ما كانش يهمنا النتيجه، برغم كده ما كانش يهمنا ناخد البطوله وما ناخدهاش، كان يهمنا نودي رسائل ان احنا ماشيين على منهج معين، مبادئ معينه وقيم. لا قال لك هنا مش مهم البطوله بس المهم ان تنتصر المبادئ، وما دام انتصرت المبادئ ها مش عايزين البطوله، فلا ده احنا انتصرنا المبادئ واخدنا البطوله، فده مكسب عظيم. عشان كده انا بتملي بقول ان الاهلي اهو، شوف انا كابتن عادل طعيمه بيقول ايه، سالونا في المانيا كيف يكون عندكم هذا المستوى ها وبتاخدوش بطولات على مستوى الايه اللي الفريق القومي مثلا، كنت ساعتها الفريق القومي يعني بعافيه شويه. هنا كابتن انور سلامه، شوف بيقول الموهوبين ها، كل الناس دي ما كانتش همها منصب يمسكوا حاجه في الاهلي ولا يمسكوا اعلام في الاهلي يا اما يحاربوه، لا التاريخ بيقول كاس الاهلي بعد الدوري، دي نقطه ثانيه بقى هنخش نقطه ثانيه احنا يعني هنتكلم عليها. الاهلي على تاريخه على طول كان بيجمع بين الدوري والكاس، كاس والدوري، حاجه طبيعيه جدا، حاجه ظريفه يعني مش حاجه صعبه، احنا كنا ناخد دوري وكاس وكاس افريقيا ولو في دوري رمضانيه كنا خدناها ها تمام. فبالنسبه لنا لما ناخد دوري وكاس، اي فرقه تاخد دوري وكاس تبقى فرحانه طبعا، وصلت لاعلى، شالوا قعدوا 10 سنين ما ياخدوش تاني مش مشكله، المهم احنا السنه دي خدناها بكل الطرق كمين. فالتاريخ هنا بيقول اهو. هنا كمان حاجه كويسه، احنا كويس ان نجيب ما بين ان الاهلي كذا مره يحتفظ بالدوري والكاس بطريقه جميله جدا وعلى طول مش صعبه يعني بالنسبه لنا، وازاي ان الاهلي كان هو مصدر البسمه لمصر. ازاي كان في كل سنه الاهلي ها، شوف هنا بقى، يا ريت انت يا كابتن لو سمحت، استقبال تاريخي للاهلي بطل افريقيا، لاعبو الاهلي هتفوا عند تسلم الكاس تحيا مصر، يا سلام بطلين. يعني الاهلي تاريخه كله ها يهمه تحيا مصر طبعا، يهمه ان مصر لو راح يلعب باسمها
ها صحيح. الاهلي او اي فرقه بتلعب باسم مصر في اي لعبات بيقولوا مصر لما بيرتفع العلم طبعا. مصر طبعا. فشوف هنا اللعيبه بيقولوا طبعا. ايه شوف الاهلي تملي كان دايما مصدر فرحه للمصريين ها صحيح. مصر مصر اهلي المصري طبعا. مش الاهلي المحلي الاهلي ما يتهاجمش الاهلي ما يتحاربش لان الاهلي هو مصر الاهلي بيلعب باسم مصر اهو كاس الاهلي كاس افريقيا للاهلي ها هزم سجارة خطير 3-0 طبعا هنا وكان ماتش صعب قوي كانت فرقه قويه جدا السنه الثانيه على التوالي الاهلي بطل كاس افريقيا ابطال على فكره احنا احتفظنا بالبطوله افريقيا ايوه لو احنا زعلانين الجيل الموجود دلوقتي كنا احنا اقرب ناخد البطوله للمره الثالثه على أيوه التوالي لا خدناها ثلاث مرات واحتفظنا بالكاس للابد يعني خدنا كاس ابطال كؤوس افريقيا ثلاث مرات استاذ كريم واحتفظنا اهو اقرا حضرتك تقرا برضه الاهلي شرف الكره المصريه هزم زامبي وصعد للدور قبل النهائي مين الكابتن اللي بيجري ده بقول مصر الله اكبر مين كابتن بيبو يعني الظاهره الكرويه الغير مسبوقه والغير متكرره اقروا التاريخ ما تحكموش وتعملوا مقارنه باللعيبه له خمس ست سنين ها وبين لعيب اثنى حياته في مصر 30 40 سنه بين لعيب كل العروض اتعرضت عليه ملايين وما رضاش بين لعيب كان بينزل ومصاب ويديله الحقنه الكورتيزون عشان يلعب مش الكابتن خطيب بس كل النجوم اللي شرفوا مصر كانوا بيلعبوا باسم الاهلي وبيلعبوا باسم مصر احنا لازم يا كابتن نتعاون لان الاهلي هو مؤسسه مصريه طبعا بترفع راس طبعا. مصر في كل طبعا. مكان طبعا. ومش انا اللي بقول التاريخ قدامي اهو وعشان التاريخ بيقول كتير ومليان تفاصيل اكبر بكتير من مساحه الوقت المتاحه لينا احنا عايزين نستاذن حضرتك يعني نستكمل الحوار ان شاء الله في حلقه ثانيه في نفس الملف ده يعني عايزين نقف تاني عند الناشئين بصفه خاصه في ازمنه سابقه في حاجات مهمه وعايز اقول لك كمان قبل ما اختم في العشر ثواني دولت ان من التاريخ بتطلع حاجات غريبه يعني احنا ما اقول لك 6 و5 و4 طب ده انا عندي فرق جت في مصر هنا غلبت الفريق المنافس المختلط قصدي الزمالك 14-0 محدش يعرف عنها 14-0 دي عايزه التاريخ دي عايزه لها حلقه لوحدها دي عايزه حلقه بكلمك بامانه دي لازم نعمل لها فقره لوحدها انا هنا بيحبوني عشان ما بقولش كلمه الا يكون عندي الوثيقه بتاعتها وده شرف ليا ان انا بالنادي الاهلي انت بتسعدنا وبتشرفنا بوجودك يا استاذ محمد وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه لان حقيقي دايما موضوعاتك كلها شيقه واللطيف فيها ان هي بتلقي الضوء على امجاد طبعاً. على عظمه يعني احنا طول عمرنا بنرد على الناس مش بالكلام اقروا التاريخ هنقرا هنستمر في قراءه التاريخ مع حضرتك ان شاء الله في الحلقات اللي جايه بشكرك على وجودك معانا نورتنا ومشاهدينا اسمحوا لنا نطلع يعني فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل كابتن ياسر مصطفى وحوار مطول حول الحال والاحوال في النادي الاهلي خليكم معانا يا اهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي وطبعا عندنا حاجات كتير نتكلم فيها في الفقره دي ولا سيما اللي كان حاصل في النادي الاهلي في الفتره الاخيره كنت بدردش قبل ما ندخل على الهواء دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق صباح الفل على حضرتك اهلا بيك طبعا سعيد اني موجود معاك انت اللي بتسعدنا وبتشرفنا بوجودك وكنت بقول لكابتن ياسر عايزين في الاول قبل ما ندخل في التفاصيل ونتكلم عن الحراس بصفه خاصه يمكن عايزين برضو نعمل عليها شويه ستريس كده في فقرتنا النهارده بتكلم معاه بقول له عايزين في البدايه نتكلم عن اللي حاصل الفتره الاخيره ما كانتش هي الفتره الامثل بالنسبه لنا في النادي الاهلي فكالعاده فاجئني بان هو شخص منظم جدا الحقيقه يعني عامل بقى ايه دراسه تقريبا دراسه كامله وافيه عن اسباب اللي حصل وكيفيه العلاج كمان فتحب نبتدي من هنا ولا نبتدي من فين؟ وطبعا انا سعيد اني موجود مع حضرتك الله يخليك سعيد موجود في قناه النادي الاهلي نورنا ودايما اللي يطلع مع حضرتك لازم يبقى منظم ولازم يحضر كويس لان ده يا فندم حضرتك منظم من غير حاجه ما شاء الله يعني عندك كميه معلومات جامده جدا فلازم الواحد يكون يا فندم بعض ما عندكم الله يخليك بعض ما عندكم ربنا يخليك تعالى نبتدي فعلا بالفتره الاخيره دي زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه ان هي ما هياش الفتره الامثل شفنا فيها اوضاع واداء مش معتادين هو بص حضرتك احنا نقول بداية من الدور الأول النادي الأهلي كان حقق نتائج مذهلة كالطبيعي بتاعه والدور الأول النادي الأهلي كسبان كل الماتشات ما عدا تعادل مع نادي فيوتشر بس أيوه. فكان محقق نتائج ممتازة جدا جدا وعامل جداً. المعتاد العادي أيوه اللي هو الطبيعي طبعا جينا من الدور الثاني حصل بقى مشاكل كتير قوي في الإصابات بتاعة اللعيبة الإجهاد المباريات ورا بعض أفريقيا لعيبة كتير مع المنتخب في التصفيات طبعا. كأس العالم تصفيات نهائي افريقيا فاللعيبه
زي الاجهاد مع الاصابات واللعيبه الدوليه كانوا مع منتخباتهم. ايوه لعبوا في تصفيات كاس العالم مع المنتخب، لعبوا في تصفيات كاس وصلنا نهائي افريقيا مع المنتخب. يعني هتلاقي قوام المنتخب 7-8 لعيبه اساسيين من النادي الاهلي. وبعد كده لعبنا النادي الاهلي حتى ضحى ولعب في كاس العالم للانديه، لعب بمعظم اول ماتش بمعظم لعيبه الشباب. صحيح. فبالتالي هو الدور بدا من بدايه الدور الثاني علشان في مشاكل عوامل خارجيه. فمن هنا انا طبعا يعني بايد كلام كابتن محمود الخطيب، فعلا لما يكون رئيس النادي برضك يعني يكون نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب طبعاً. وياخد قرار زي دوت، فطبعا ده قرار كان مهم جدا في التوقيت دوت. واحد بعد اللاعبين الكبار واللعيبه اللي هي لعبت كتير مع المنتخب والاستعانه واستعانه بالشباب. من هنا برضك بنشكر طبعا طبعا نجم قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو، ان في التوقيت دوت دايما في بدايه السنه يعني بيبقى اللعيبه لسه في فترات الاعداد والكلام دوت. فطبعا كون ان هو النادي الاهلي اول ما كابتن الخطيب طلع القرار ولعبه بالشكل دوت، فاكيد طبعا ان خالد بيبو عامل شغل كويس مجهزهم بالفعل. مجهز طبعا جدا. صحيح. افتح الباب عندنا كان ملعب 4 في قطاع الناشئين، دايما بتحس ان هو ايه اي فرقه بتخش جوه زي الملاكم كده، تخش تحاف الباب اول تلت ساعه اتنين ثلاثه على طول. فملعب الشباب في مدينه نصر وملعب التتش تحس ان هو يعني ايه زي حلبه البوكس كده والمصارعه. أيوة. اي حد يخش الملعب ده على طول يعني. فبالتالي اللعيبه طالعه بنفس الحماس بنفس القوه، ولاد النادي الاهلي طبعا سيد غريب وكريم وكلهم ولاد لا وكل واحد كمان يعني عايز يثبت نفسه. وبعدين ساعات بتيجي فرص ممكن ما تتكررش كتير. صحيح صحيح كلام حضرتك مظبوط. فالدوب هنا حصل مع النادي الاهلي بعد تصفيات كاس العالم مع المنتخب، بعد تصفيات كاس افريقيا مع المنتخب. أيوة. فحصل دوب كبير جدا. الدور الثاني طبعا كان في تعادل مع نادي الجيش، وبعدين تعادل مع سيراميكا، وتعادل مع البنك الاهلي، والاهلي والزمالك 2-2، والجونه 0-0. وبعد كده عملنا نتيجه ممتازه جدا، الفوز على فيوتشر اللي احنا تعادلنا معاها في الدور الاولاني. أيوة. 4-0، ودي كانت يعني النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا. جينا بعد كده تعادلنا مع المقاولين وفاركو، فالنتائج دي احنا فقدنا فيها 17 نقطه طبعا. فطبعا 17 نقطه كتير جدا كانت كفيله ان احنا ناخد الدوري من بدري يعني. اكيد. فدي اثرت جامد جدا، نزيف نقاط حصل وحطتنا في الموقف اللي احنا فيه. طبعا دخول مدرب جديد بعد مستر موسيماني ما مشي، جه المدرب الجديد، توقيت دخوله كان صعب عليه يعني كمدير فني يخش النادي الاهلي في التوقيت ده. وطبعا صعب نحكم عليه دلوقتي انه هيبقى حكم يعني جائر الى حد كبير، لان هو الراجل لسه ما خدش وقته ما خدش فرصته، ولا ايه انت شايف ايه؟ هو يعني فيها حاجتين عشان نكون صراحه يعني. اولا هو لما جه النادي كان في لعيبه كتير مصابه. ايوه. ودخل على الفرقه مش مكتمله. وبدا يدخلوا عناصر شباب. وبدا الكبار لما طلع القرار دوت بدا في لعيبه كتير اللي هي كانت راجعه من اصابات لسه ما جهزتش، زي مثلا ماتش النهارده لما نيجي نتكلم عندك عنصرين اساسيين مش موجود، ديانج، وديانج من اللعيبه المهمه جدا جدا في الفرقه. لما بيكون فايق. بس هو لعيب مهم في الفرقه. فالنهارده برضك في اتنين وتاو طبعا مصاب. أيوة. ففي اتنين كمان. فطبعا كل الماتشات حضرتك بتلاقي عناصر كتير من الاساسيين مش موجوده. وعناصر بترجع تخش. طبعا. وشباب. فهو لسه برضك بتحس ان ايه الدنيا متلخبطه شويه، لان في عناصر شباب وعناصر قديمه، وعشان تعمل التوليفه دي بتاخد وقت شويه. فهو تحس ان لسه يعني عارف ايه يعني مش ولا نقدر نحكم عليه. وبعدين في ملامح للفرقه مش باينه لسه. في دخول يعني مثلا لما نيجي نتكلم هنا على ماتش الاهلي وال يعني الجمله دي لوحدها على فكره جديره بان احنا نتوقف عندها شويه. حلوين. ان الملامح مش باينه دي تكاد تكون مصيبه. ايوه صح كده برضو. ايوه ملامح الفرقه مش باينه. يعني بص حضرتك مثلا ماتش الاتحاد لعبنا بعلي لطفي، محمود متولي، وهم ربيعه، محمد اشرف، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ديانج، زياد طارق اتالق في الماتش جدا، فمحمد فخري، محمد محمود، احمد سيد غريب. مجموعه من الشباب ده بعد قرار كابتن محمود الخطيب، مجموعه من الشباب لعب. احمد سيد غريب جاب جونين. الجون الثاني ده زي بتاع عماد متعب. أيوة. كده. ايوه طبعا. التوجيه والتحرك من ورا الديفنس ولعب بدماغه مش كويس جدا. زياد طارق جاب جون يعني زي ابو تريكه يعني جون جامد جدا. طبعا. فوجئنا الماتش اللي بعده ان زياد طارق مش موجود اساسا.
فدي يعني في حاجات بتبقى غريبة شوية لما تيجي يعني تفكر فيها شوية. هل هو مثلا يعني بيعمل توش؟ طب ما هو ده لسه اول ماتش. انا ممكن اقطعك، انا اسف جدا للمقاطعه، بس استاذنك تعالى نفكر في الفاصل، لان احنا لازم نطلع فاصل نقلبها في دماغنا ونرجع نكمل الكلام تاني. تمام، ماشي، اتفضل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا ودردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، واللي كنا بنتكلم معاه في الشويه اللي فاتوا يعني على فكره الملامح اللي ما كانتش واضحه قوي للفريق في الفتره الاخيره. وعشان الوقت ما يسرقناش خلونا نتكلم عن اللي جاي. استاذنا كابتن ياسر نتكلم بقى عن المباريات المتبقيه للنادي الاهلي، ولا سيما مباراه النهارده اللي بالمناسبه كابتن ياسر واحنا في الفاصل برضو كنا بندردش كده، فبيقول لي على فكره ماتش النهارده ماتش خطير. ايوه، خطورته جايه من فين ومن ايه؟ ماتش النهارده ماتش صعب جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لان طبعا هو بيلعب فرقه استن، طبعا بيلعبوا على الهبوط. استن طبعا عندها عدد ماتشات قليل جدا، فاضل لها طبعا النادي الاهلي فاضل لها اربع ماتشات، عندها الاهلي وعندها الاسماعيلي وعندها البنك وعندها الزمالك. أيوه. فاربع ماتشات هو عنده 28 نقطه. وعشان يوصل لطوق النجاه يوصل ل 35 نقطه، ففاضل له سبع نقاط من اربع ماتشات. فبالتالي هم هيقاتلوا النهارده امام النادي الاهلي طبعا بشكل كبير جدا طبعا، لان ده يعني المباراه دي، لان في مباراه ثانيه في نفس الموضوع مع المحله. احنا ممكن هقول لحضرتك برضك المباراه المتفقه للفئه اللي تحت عشان نقدر نوصل لخطوط المباراه بتاعه النهارده. المحله مثلا عندها الجونه، في الجونه المحله عندها 30 نقطه. لو الجونه كسب هيجيب المحله معاهم، فيبقى الموقف هيبقى بالنسبه للجونه 28 والمحله 30. لو الجونه كسب المحله بقى 31 جاب المحله في الموضوع. فالمحله والجونه ماتش صعب جدا. المحله عندها المقاصة بعد كده، وبعد كده فاركو بره، وبعد كده عندها الاتحاد. لما نيجي نقول استن فاضل لها ماتشات ايه؟ الاهلي النهارده، فطبعا بالنسبه له ثلاثه بونت مهمين جدا هيقاتل عليهم. لو خد بونت هيبقى كويس بالنسبه له. فبالتالي موضوع الماتش النهارده هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي. وفي عنصرين اساسيين زي ما قلنا، ديانج طبعا في نص الملعب عنصر اساسي مهم جدا، خلاص طلع قرار ان هو ياخد راحه زي بقيه اللاعبين، وعندك تاو برضك للاصابه، فطبعا عنصرين مهمين جدا. مش عارفين طبعا الراجل هيلعب النهارده شكل اللعبه هيبقى ازاي. فلما نيجي نقول المباريات المتبقيه للنادي الاهلي، فعنده النهارده استن، بعد كده عنده الاسماعيلي، بعد كده عنده انبي، الجيش، سيراميكا، فخمس ماتشات متبقيه للنادي الاهلي. فمن هنا ماتش النهارده صعب جدا جدا على النادي الاهلي، مش هيبقى ماتش سهل، لان طبعا هم بيلعبوا على البقاء، والنادي الاهلي طبعا بيلعب لاخر دقيقه على حظوظه على الدوري. يعني بالارقام لسه طبعا كل حاجه ممكنه، لكن هو بقت صعبه لكن مش مستحيله. فبالتالي من هنا الماتش بقى صعب. مجرد ان حضرتك بتوصف لقاء النهارده ده بانه خطير او مباراه خطيره، دي في حد ذاتها اشاره على ان الوضع في النادي الاهلي حاليا مش المعتاد. أيوة، مش ده العادي على فكره، مع كل التقدير والاحترام لكل الفرق، لكن برضو لازم يعني ناخد في الاعتبار ان اي فريق بيواجه النادي الاهلي ايا كان مستوى الفريق ده بيتغول، يعني بي بي يعني اللعيبه بتتحول تقريبا، ما تفهمش، بيجوا عند النادي الاهلي دايما وكل واحد بيعمل اقصى ما عنده وزياده، لان طبعا هم دلوقتي فرقه بتلعب على البقاء، فبالتالي هو كل لعيب بيعرض نفسه قدام النادي الاهلي طبعا. وكل الناس بتتفرج على ماتشات النادي الاهلي في كل الدول، مش في مصر بس. يعني انا لما ببقى شغال في السعوديه طبعا لازم اتفرج، كل الفرق يعني أكيد. كل الانديه بتيجي العب قدام النادي الاهلي، فبيبقى ماتش بالنسبه له ماتش الموسم، يعني ماتش الاهلي في الدور الاولاني ماتش الاهلي في الدور الثاني، هو دلوقتي بيختم الموسم بالنسبه له. فبالتالي هو عاوز يعرض في نفسه في احسن شكل ممكن، علشان السنه الجايه يبقى في انديه طالباه او يبقى يجدد في النادي بتاعه بشكل كويس جدا. فبالتالي بيبقى ماتش مهم جدا ماتش النادي الاهلي، لانه متشاف وطبعا بيلعب نادي القرن، فطبعا يعني ماتش مهم جدا بالنسبه له. شايف الخطوات اللي اتخذت في الفتره الاخيره يعني كخطوات في طريق الاصلاح الى اي درجه، يعني حجم رضاك عن القرارات دي ممتازة. إيه؟ وشايف ان هي الى اي درجه هيبقى لها انعكاسات طيبه في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ممتازه ممتازه طبعا. انا شايف ان القرار اللي اخده كابتن محمود الخطيب قرار ممتاز جدا بتصعيد بعض اللاعبين الشباب، وهو عندنا بالنسبه للحراس مثلا علي لطفي لعب وادى بشكل كويس جدا، كان قبليه شوبير لعب مصطفى وكان شكله كويس جدا ماتش المقاصه. فبالتالي احنا خدنا في كل الخطوط كم من لعيبه كويس جدا، كسبنا كذا لعيب، واتمنى ان احنا نستفيد منهم.
واتمنى ان القوي ده يفضل دايما حتى اتحاد الكوره يطلع قوي زي ما كابتن الخطيب قال كده، ان هو يضيفوا 5 من فريق الشباب على الفريق الاول. طب الاجيال اللي قبل بقى جيل كابتن مصطفى شوبير واللي يعني الشباب اللي هو واعد في حراسه المرمى، رؤيتك ليهم عامله ازاي؟ والله انا شايف برضك احمد طارق سليمان لعب الماتش اللي فات وابن الامناء النادي الاهلي الماتش بتاع المقاصه دوت ادى بشكل كويس جدا، احمد من نفس سن مصطفى، يعني تحس ان النادي الاهلي بيطلع دايما حراس على مستوى عالي جدا على المستوى الطبيعي، يعني النادي الاهلي دايما يعني مليء بالنجوم ان كانوا حراس مرمى او لاعبين، واعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى عندنا شكل الحراسه في النادي الاهلي مختلف في شكل. طب تعالى نطلع سريعا بره اطار النادي الاهلي ونتكلم عن المنظومه الكرويه في مصر بشكل عام، برضو من ضمن المستجدات اللي حصلت الفتره الاخيره تعيين خبير التحكيم الاجنبي كلاتنبرج وجلب 2 مدربين برتغالي وبرازيلي للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. الفكره دي برضو الى اي درجه انت شايف ان هي ممكن ينتج عنها خير في الفتره انا شايف جاي. موضوع التحكيم ده مهم جدا، معمول في السعوديه وجايبين خبير اجنبي وشكل كويس، مش هيبقى فيه مش هيبقى عنده يعني توجيهات او كده، بالتالي هيبقى انا مع يعني الموضوع الحياديه هتكون مضمونه في الحاله. انا مع الموضوع ده جامد جدا. موضوع المدير الفني المنتخب الاول يكون اجنبي انا معاه ممتاز جدا، لكن موضوع المدير الفني بالنسبه للمنتخب الاولمبي انا مش معاه خالص. ده اللي عندك تحفظات ليه بقى اقول لحضرتك في عجاله كده؟ لان المدير الفني بتاع المنتخب الاولمبي محتاج يكون وطني اكتر عشان بيأسس جيل وبيلف على المحافظات ويبقى عارف هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. دايما اللي نجحوا دايما مع المنتخبات دايما مصريين، انا دايما مع المدرب الوطني في كل عموما احنا بنتمنى انصلاح الاحوال للمنظومه الكرويه بشكل عام واكيد للنادي الاهلي بصفه خاصه، لان الحقيقه يعني مش ده اللي احنا متعودين عليه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا عندنا ثقه حتى طبقا للتاريخ، يعني لما اللي يقرا تاريخ يعرف كويس قوي ان لكل جواد كبوه، فاحنا قد نكون بنمر بمرحله الكبوه دي، ولكن الحاجه الاكيده ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه بعد كمان القرارات التصحيحيه انجاز التعبير اكيد هتؤتي ثمارها الفتره الجايه وهنشوف خير ان شاء الله. احنا ان شاء الله على التراك المظبوط، ودي بتحصل للنادي الاهلي كل 15-20 سنه، فاحنا دلوقتي على التراك المظبوط، بدانا ناخد الشكل المظبوط، اللعب بالشباب والكلام دوت يعني في الاتجاه السليم. يا مسهل الحال، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتنا، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه. دايما بكون سعيد اني موجود مع حضرتك، ودايما سعيد اني موجود في قناتنا قناه الله يخليك. والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي باذن الرحمن، ويك اند جميل على الكل باذن الله، الى اللقاء.